يقول: إنسان جامع زوجته في رمضان وهو جاهل بالحكم الشرعي، فما حكمه؟ حكمه أنه يعيد صيام هذا اليوم لأنه فسد، هذا واحد. الشيء الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل. الشيء الثالث الكفارة، عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين. كفارة الجماع في رمضان مثل كفارة الظهار، ثلاثة أشياء مرتبة. الشيء الأول عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم.